مشاهدينا في كل مكان مساءكم خير برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة حياة الحقيقة أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر أحب أبدأ كلامي بشكري وبخالص شكري لصاحب القناة أستاذ ولي ولمدير القناة أستاذ محمد خميس بشكر أستاذ ولي على معاملته الحسنة وتعاونه معايا بجد بشكره على عقليته المتوجة بالفكر بالفكر الرشيق الراقي وبشكر أستاذ محمد خميس على عمق نظرته الثاقبة الشمولية اللي جاية من منبع الخبرة بشكر كل ما هو وكل من خلف الكاميرات وبشكر كل فريق العمل بداية من أستاذ وليد والأستاذ نصر الشاهد وكل ما هو خلف الكاميرات بشكركم إن شاء الله كلنا في ايدين بعض ان نعمل من القناه باذن الله في الفتره الجايه تطور اكتر من تطورها بشكر مره تانية استاذ ولي انه بيسطر تاريخ مشرق لقناه الصحه والجمال كلنا ان شاء الله في يعني ايدينا في ايدين بعض ان احنا نوصل لمستوى افضل واحسن بكتير جدا بننقلها من حسن الى احسن النهارده اسم حلقتنا حياه القلب حياه القلب عايزين نعرف ايه اهميه القلب وازاي أه نتعامل معاه، فعلشان اتعامل مع القلب محتاج اعرف قيمته واهميته واعرف ايه جوهر القلب ده وايه وظيفته. خلينا نبدا الحلقه ان شاء الله. اللي يقول كلام حكيم يعيش الاف السنين. سئل الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: من هو اشد جنود الله في الارض؟ فقال: الجبال الرواسي والجبال يقطعها والجبال يقطعها الحديد والحديد والحديد يذيبه النار والماء يطفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء والرياح تقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب او بالشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن ادم والنوم يغلب السكر والهم والهم والغم يغلبه النوم فاشد جنود الله هو الهم طيب لما يكون بالتسلسل كده اشد جنود الله هو الجبال والجبال بيقطعها الحديد والحديد آه، والجبال بيقطعها الحديد والنار بتذيب الحديد والماء يطفو النار والسحاب المسخر بين السماء والارض آه آه بيشيل الميه يحمل الماء ويقوم يجي, يقوم يجي الـ 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 الرياح تقطع السحاب وفي الاخر قال ايه ووضح فيها ان الانسان اقوى من الريح اللي هو كده تسلسلها كده وصل كله عند الإنسان، الإنسان أقوى من الريح، يلبس الثوب ويمضي لحاجته، وبعد كده إيه اللي بيغلب الإنسان هنا؟ السكر، بيغيب عن وعيه، بيغيب الإنسان عن وعيه وبيكون غير متزن لا عقليًا ولا جسديًا، وبعد كده لما السكر بيغلب البني آدم النوم بيغلب السكر، البني آدم بيصحى بينام ويصحى ما يلاقيش أي حاجة من من مفعول السكر بيكون خلاص فاق والهم بيغلب النوم. وصلنا لاخر حاجه ان هو الهم انا بقول من وجهه نظري كمحمد الهم محله القلب اذا قلب الانسان هو اللي بيعي كل ده طيب ازاي الانسان يتخلص من اشد الجنود دي بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الانسان علاقته بربنا وذكره لربنا بيخلي ان هو يهزم الهم فهنا الآية الكريمة بتجسد لنا المثل ده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب حياة القلب محتاجين كلنا نتعرف عليها سلامة القلب هنعرفها بداية من سلامة القلب وبداية عايزين نشوف العقل بيتصرف ازاي مع القلب وايه علاقته بالقلب وبالجسد علشان نعرف نتعامل معهم كلهم لان السلامة هي السلام بين القلب والجسد والعقل، القلب والجسد والعقل. طيب لو جينا ناخد مثال دايما الإنسان بيحاول إن هو يلعب على الحصان الكسبان، ما بيحبش يضيع وقته ولا بيحب الخسارة. فمهم جدا نعرف إن مدى أهمية القلب علشان نعرف نتعامل معاه وعلشان نديله قدره. يعني عايز اعرف ايه اللي انا بتعامل معه عشان فعلا ادي له اهتمامه واقدر استثمره بالشكل الصح واحدد البوصله بتاعت الاتجاه بتاعه عشان اقدر استفيد منه. ودور القلب هنا في أه بيكمن في البصيره وفي العقل، طب ازاي العقل مكانه القلب؟ هنشوف دلوقتي. لو احنا حطينا القلب في كفه يعني القلب ده لو شلناه وحطيناه في كفه وحطينا الجسد بجوارحه بحواسه بقدراته بمهاراته بكل ما يحوي وحطيناهم في كفه هتبص تلاقي كفه القلب هي اللي بتطب وده كمان احنا بنحطهم في كفه يمكن كمان ظلمنا القلب لان القلب يعني ده تعبير مجازي لان القلب اصلا يعني ما يتحطش في مقارنه مع بقيه الجسم كله، وانما هم كلهم مكملين لبعض لكن هو اهميته كبيره جدا، وهنشوف دلوقتي اهميته ليه. لو جيت اخد آه مثل هقول ان انا ممكن اقدر اعيش بدون عيني، لو فقدت عيني اقدر اعيش، ولو فقدت ودني او انفي لو فقدت اي حاسه اقدر اعيش من غيرها، حتى لو طرف من الاطراف بتوع بتوع الجسد ايد او رجل او اي حاجه بقدر اعيش. انما القلب لو آه آه وقف ثانية واحدة مش بقدر أعيش. ده أهميته اللي هي اللي شغالة اللي هو وظيفته بتاعت الجسد وبتاعت إن هو بيدي للحواس كل بيمدها بالحياة. طيب هنشوف كمان وظائفه الملموسة والمحسوسة. خلينا نخش على بقية وظائفه. الفكر كله محله القلب. مش العقل زي ما احنا عايزين او زي ما احنا بنفتكر هو اصلا العقل بيطلق بيطلق على الفعل نفسه مش اسم حاجه هو الفعل نفسه اللي هو هل يعقل ان مثلا ان مثلا يعني عايز اضرب اي مثل هل يعقل ان الشيء ده يكون منطقي فيعقل يعني هل هو لوجيك هل هو منطقي هو ده المعنى اما يعتبر اللي في الدماغ ده اسمه المخ وهنا اسمه القلب. طب ازاي القلب هو اللي بيفكر؟ احنا طول عمرنا عارفين ان القلب يعني بتاع مشاعر، بتاع حب، مش بتاع فكر. طيب ازاي دلوقتي هنا ان القلب هو اللي بيفكر وازاي القلب كمان ضيف كده ان القلب عنده بصيره. القلب بيشوف. طب ايه الدليل على ده؟ هنا ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها انها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني ربنا حددها، حدد مكان القلب ان هو هو اللي بيعقل وكمان ما قالش القلب علشان يجي يختلف عليه اثنين يقول لك القلب ده فين؟ مقصود بيه المخ ولا ايه؟ لا ده هو ربنا حددها قال القلوب التي في الصدور اذا ربنا قال ان القلب هو اللي بيعقل وكمان حدد مكانه القلب القلوب التي في الصدور علشان كده ما يختلفش عليه اثنين خالص طيب ايه موضوع البصيره كمان برده في نفس الايه انما لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اذا القلب بيبصر طب ازاي القلب بيبصر خلينا نشوف العين لما انا اجي ابص على حاجه لازم تكون عينيه قدامي ولازم تكون ملموسه ولازم يكون ليها اي جسم ليه ابعاد علشان اقدر ان انا اشوفه بعيني وكمان حتى الجسم لو موجود قدامي بس بعد مسافه خلينا نقول مثلا 500 متر او حاجه ممكن ابتدي ما اشوفش ملامحه يصغر لو زاد البعد عن كده او انا بعدت عن الجسم اللي قدام عيني ممكن يختفي ما اشوفوش خالص اما موضوع البصيره الحاجه بتبقى مش قدامي خالص بس انا بشعر بيها وبشوفها آه ساعات حد كده يقولك لك انا شفتك بقلبي حد تاني يجي يقول لك انا حسيته يعني ايه يعني احساسي ما بيكدبش بيقول لك انا احساسي عمره ما كدب عليا انا احساسي ما يخنيش ابدا طب هو الاحساس ده جاي منين هو القلب ويعني حتى لو جينا نشوف هل حد مننا شاف ربنا ده من يقول لك ربنا ما شفناهوش لكن عرفناه بالعقل لا هو ربنا عرفناه بالقلب بالقلب الذي يعقل بالقلب اللي هو عين اليقين عين اليقين كاني شايفه قدام عيني بس ايه بقلبي فانا معتقد ومآمن وان ان ربنا موجود بعين اليقين طيب ده موضوع عين اليقين كمان هنا في سؤال مطروح دايما حد يقول لك انا إيه بفكر بعقلي مش بقلبي لا هو الحقيقه إيه انت مش قصه ان انت بتفكر بقلب حضرتك لا احنا لو جينا نعدلها انت بتفكر بالمنطق وليس بالعاطفه مفيش حاجه اسمها بفكر بعقلي احنا طول عمرنا يعني بنشوف اه القلب للاحساس والمخ لل يعني للعقل والقصه دي كلها لا العقل محله القلب حضرتك مش قصه ان انت بتشوف حاجه فبتعقلها بالمخ لا بتعقلها المفروض بالقلب لان هي العين بريد القلب فاحنا لما نيجي نحسب حسبه معينه مش بنحسبها بعقلنا احنا لما نيجي نقول انا بحسبها بعقلي مش بقلبي لا هو انا بحسبها بالمنطق وليس بالعاطفه هي دي عدله يعني المفهوم بتاعها طيب لو جينا نشوف العين بتشوف ايه العين بتشوف الحاجات الملموسه الحاجات الواقعيه الموجوده، القلب ممكن يكون الانسان او اي حدث مش قدامك خالص وتحس بيه، ليه دايما الأم بتحس بابنها حتى لو ما كانش موجود جنبها، لو كان بره، لو كان مسافر، لو كان حاجه بتحس بيه، هو ده الشعور بتاع القلب. طيب، آه الآية الكريمة وضحت لنا ده في قلوب يعقلون بها وإنها وانما انها لا تعمل فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. طيب لو جينا كمان نشوف ايه اللي ممكن يجسد لنا المثل بتاع عمل القلب او بصيره القلب. ما في قلب بيكون بصير ده قلب سليم وفي قلب لما يعني يتلف تماما بيكون عمى وللاسف. المثل ده جسده لنا عماد اديب الاستاذ الاعلامي لما جه قال آه كان بيجري حوار مع حد ارهابي في وقعه الواحات سنه 2017 كان الولد ده اسمه وسام ده اسمه حركي فقال له هو انت بتقتل العصر وبتروح تنام بالليل؟ قال له اه قال له ضميرك مش بيأنبك؟ قال له لا انا بؤجر على كده انا بثاب على كده انا ارجو الجنه من ده فطبعاً فين هي البصيرة هنا لما يروح يقتل نفس بريئة أو إيه إنسان واقف يحرس الوطن أو غيره وهو يجي يقتله ومفكر حضرته أنه هو بيحسن صنعة فهو مفكر إن هنا بيعمل حاجة حلوة قوي يحسنون صنعة مفكر أنه هو بينتج نتاج كويس طب هنا ربنا قال فيها إيه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا ربنا قال له قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ربنا قال في امثال هؤلاء ده اذا هو مفكر ان هو كده بيحسن صنعا فهنا يعني ايه الاخسرين بقى عايزين نشوف يعني ايه الاخسرين. في خاسر وفي الاخسر. في حلو وفي الاحلى. في مميز وفي الاميز. في سيء وفي الاسوء. فده مش خو مش خاسر ده الاخسرين يعني مش هقول لك حاجه فوق الخساره لا الخساره ما فيهاش فوق هي فيها تحت وقاع على طول ما فيهاش حاجه اسمها تطور وتقدم هي حاجه كده خساره اخسر من الخساره بشويه الاخسرين اللي مفكرين نفسهم بيعملوا حاجه كويسه للاسف طيب كمان يعني ودي كانت موضوع البصيره خلينا كمان لو جينا نشوف العباده محلها ايه؟ هل العباده محلها القلب؟ العباده اكيد محلها القلب، العباده، الاستشعار، الحنان كل ده محله القلب وهنيجي مع نفسنا واحده واحده كده معاكم بنفكر بالمنطق. هنا ربنا قال ايه. الايه دي قبل ما اقولها عايز اقول اللي بيتاثر بعمق بجد مش الجسم ولا العقل بجد هو القلب هو اللي بيتاثر بعمق هو الاستشعار كله للقلب ولو جينا نشوف الايه اللي انا كنت بقولها انما انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا ذكرت عليهم اياته زادتهم ايمانا يعني حتى الوجل اللي هو الخوف والهبط والخشيه برضه محلها القلب، أنا كل ده عايزين نعرف ونتعرف على القلب وأبعاده ووظايفه علشان نشوف نديله الأهمية بجد اللي يستاهلها لأن فعلاً هو هيوصلنا وهنشوف أهميته هيعمل إيه معانا في الدنيا وهيعمل إيه في الآخرة وهيعيشنا عاملين إزاي، هل مرتاحين البال ولا تعبانين ولا إيه ده؟ لذلك أنا بتكلم في كل ده في موضوع القلب. القلب كمان محله اللين والحنان والقسوة كل ده محله القلب، الخوف كل ده محله القلب. هنا ربنا قال فيها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون يعني هي الآية دي جمعت لنا كل حاجة، جمعت لنا اللين والحنان والخوف وكل حاجة والقسوة وكل حاجة. القلب يعني حاجة من أهم ما يمكن في جسد الإنسان، يعتبر أثمن حاجة ممكنة. طيب أمال العقل بقى ده دوره إيه وال والمعلومات اللي إحنا عارفينها واللي إحنا اتخلقنا لقيناها كده عندنا إن العقل ده هو اللي بيفكر وهو اللي اللي أو المخ عفوا هو الاصح ان انا اسميه المخ هو اللي بيفكر وهو اللي بيعقل وهو اللي بيعمل كل ده. هنا العقل هنشوف ايه وظائفه كمان. العقل ده هو موظف اداري وكمان منفذ منسق. العقل مامور. العقل ده عنده تصور كده للاشياء ازاي ينفذها وفي نفس الوقت العقل عنده الملكه. يقدر يدير اموره طيب ازاي بيدير اموره بياخد اوامره منين في آمر مش احنا قلنا دلوقتي ان هو العقل مأمور او المخ مأمور في آمر وفي مأمور لما هو يكون مأمور اذا هو اللي بيدير وبيعمل طب بياخد اوامره منين طيب نمشي معاها بالتسلسل العين بريد القلب العين هي اللي بتشوف الصور والامور والاحداث بتبقى بريد القلب بتوصل الصورة للقلب عاملة زي الكاميرا اللي احنا دلوقتي قاعدين قدامها أو أي كاميرا الكاميرا دي بتصور فبتجمع المعلومات بشكل موثق، العين كذلك بتصور وبتبعت الصورة دي لمين؟ للمخ فإذا ده صورة واقعية. الودن كمان تصور بتساعد على التصور لأن العين بتشوف الواقع والودن بتسمع وتبتدي إن هي تخش في خيالات وبعد ما يكون فيها خيال تصور يعني بتديها للمخ. المخ كده بيبقى عنده فكره عن الحدث والاشخاص وانت بتنسب الاشخاص ازاي؟ هل ده كويس؟ هل ده وحش؟ هل الحدث ده ايه اخباره؟ هل انا اخش المشروع ده اكسب ولا لا؟ كل ده العين بتشوفه تجمع معلومات عنه والودن،, والودن بتتصور وبتدي للمخ، المخ بيعمل فيها ايه؟ بيحولها للقلب. القلب بيعقلها وبيبتدي يحسب اموره ويشوفها ويدي اوردر لمين يرجعه تاني للعقل او للمخ المخ القلب بيدي بعد ما خد كل دول القلب بيرجع يرجع الصوره تاني بقرارات بيرجعها بقرارات لمين للمخ المخ بيبتدي ياخدها وينفذها على شكل منسق وبيديرها وبيبتدي ان هو يشوف ازاي يديرها امتى وفين كل دي بقى الامور دي بتاعه العقل والعقل زي ما قلنا او المخ عنده ملكه هنا في حاجه بس عايز اوضحها في فرق بين العقل والمخ هو احنا المفروض نسميه المخ علشان يعني ما يحصلش اختلاط لكن كلمه العقل هو مش مسمى على حاجه معينه وانما على زي ما قلنا مش هل يعقل يعني هل هو لوجيك هل هو منطقي فلذلك بنسميه كده هو كل ده بياخده تاني القلب وبيديه للمخ والمخ بيبتدي ان هو ينسق وينفذه. طيب كده اتكلمنا عن ايه اكتر حاجه في الدنيا نملكها وممكن تخلينا نعيش سعداء وفي نفس الوقت عايزين نهتم بيها جدا بما ان احنا عرفنا قدرها وبما ان القلب مصدر السعاده محتاجين ان احنا نعرف الاسباب اللي يعني بتقطع عليه الطريق او الاسباب اللي بترهقه وايه الاسباب اللي بتصينه وايه الاسباب اللي بتخلينا نعمل له وقايه عايزين نعرف كل ده علشان نعرف نتعامل معاه ازاي اول حاجه الحاجات او الاسباب اللي بتقطع الطريق بتوقف الطريق على القلب وبتتعبه وبترهقه هنعرفها وبعد كده نعرف على يعني نخش على موضوع الوقايه الاسباب اللي بتقطع الطريق على القلب هي اول حاجه النوم اللي فوق الحاجه النوم اللي فوق احتياج الجسم بكتير يعني مثلا كل انسان فينا من المفترض ان ينام من ست لثمان ساعات النوم فوق الاحتياج بيأثر جدا بمعنى النوم بيسرق العمر النوم الكتير اللي فوق الاحتياج برضو بيسرق العمر والعمر هو المادة الخام أو بيسرق الوقت الوقت هو المادة الخام للعمر في الآخر بتترجم بالعمر وكمان في نظريه لو جينا ناخدها نظريه مثلا الدكتور انا جيت رحت مثلا تعبت شويه ورحت كشفت ورحت للدكتور قال لي خد الكورس ده او خد دوره العلاج دي دول خمس حقن تاخدهم كل يوم في نفس الساعه طب هو ليه قال لي في نفس الساعه؟ لان قبل ما يروح السايكل بتاعها من الجسم او قبل ما يروح دورتها من الجسم او قبل ما الجسم يفقد المفعول بتاع الماده بتاعت الانجكشن او الحقنه. طب ليه باخدها مثلا كل يوم الساعه 12 او كل يوم في نفس الميعاد؟ علشان احافظ على وجودها في الجسم. طب ايه لو انا كتب لي 10 حقن مش خمسه؟ بس انا باخدهم بشكل عشوائي، هل هيأثروا في جسمي بشكل منقطع؟ لان هي بتقطع كده. ففي فرق بين المنقطع والمنفصل. المنقطع والمتصل او المنفصل المنفصل ان انا باخد وقت كتير على ما اجي اخد الحقنه اللي بعديها، المتصل ان هي عامله زي السلسله بتاعه الحلقات بتاعه السلسله، بتتكون كلها واحده بتسلم للثانيه بتسلم للثالثه لغايه ما تبقى سلسله، اما انا لو اتاخرت لو خدت عشر حقن مش هيعملوا معايا نتيجه، اما لو ماشي بشكل منتظم وكل يوم في نفس الساعه المفعول بيسلم لبعضه لبعضه كده الخمس حقا هيعملوا معايا نتيجة كويسة جدا وهو ده موضوع النوم لما النوم بطول في النوم أكتر من كده مش بيسلم للمهام اللي بعدها مش بيسلم لأن أنا أعبد ربنا بعدها يعني بشكل متواصل القلب بيخمل بينسى مهامه مش بيكون لسه فيه حرارة يعني هي فعلا كام ساعة كلها موضوع النوم بس ما بيكونش فيه حرارة إن احنا بنسلم على طول على طول والدنيا لسه مفعولها شغال فطبعا العباده، الشغل، آه، الاحداث، فطبعا كل ده بيبقى بعيد عن بعضه بكتر النوم، فطبعا ده زي بالظبط موضوع اللي انا ضربت بيه مثل بتاع الدكتور، كل حاجه تسلم لبعضها وفي نفس الوقت نحافظ على العمر لان الوقت هو الماده الخام للعمر. آه، يبقى كثره النوم فوق الاحتياج وكثره الشبع المفرط فوق الاحتياج، طب ليه قلنا الشبع المفرط؟ لان الشبع المفرط بيدعو للتكاسل بيخليني وخمان كده. بيدعو للتكاسل وبيتعارض مع نشاط القلب ثالث حاجه في قطاع الطرق بتوع القلب هي كثرة الاختلاط فوق الاحتياج يعني جميل جدا ان انا اكون انسان مجتمعي او انسان اجتماعي وعندي علاقات والناس كلها عارفاني وانا عارف الناس وعلاقتي طيبة مع الناس ولو عايزوا حاجة بيكلموني ولو انا عاوزت حاجة منهم في يعني علاقات ممتدة ومصالح متبادلة ده كويس جدا لكن فوق الاحتياج برضو بيتعب القلب وبيرهقه لان انت النهارده لو عندك عشر اصحاب لو فيهم بس حد في يعني خلينا نقول صفه مش حلوه ممكن غالبا ان هو بيتعرض ان هو يعني العشره بيتعرضوا ان هم ممكن ياخدوا منه الصفه دي بقيه العشره ممكن ياخدوا ياخدوا الصفه دي منه او الصفه السلبيه او خلينا نقول العاده السلبيه العاده السلبيه ممكن ياخدها بقيه العشره أه لكن العدل كويسه يا يعني لما نكون عشرة وكلنا كويسين خلاص الدنيا كويسه اما لو واحد فعلا ممكن يعني ياثر على بقيه المجموعه فخلينا نكون اجتماعين بس مش فوق يعني المطلوب او يعني بالشكل المطلوب عفوا مش فوق مش فوق الحدود التعامل او تعلق القلب بغير الله كده دول طبعا دي واضحه جدا كده دول اربع حاجات بيقطعوا الطريق على القلب ولو جينا نشوف ايه اللي بيحافظ على رونق قلوبنا علشان نحافظ على رونق قلوبنا في الدنيا ونوصل بيه للاخره والدنيا تبقى كويسه بشكل مستمر يعني احنا عايزين نحافظ على رونق قلوبنا بشكل مستمر والحفاظ عليه تكسب الدنيا والآخرة ومن هنا هنعرف خطوات الحفاظ على قلوبنا أول حاجة هي الوقاية هنبدأ بموضوع الوقاية أول رسالة في الحياة بتقدمها لنا الوقاية إن العين بريد القلب زي ما قلنا من شوية العين بريد القلب أنا إزاي القلب بيوصل للصورة زي ما قلنا بشوف الحاجة لو انا عيني عماله تروح هنا وهنا 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 وعماله تروح على كل حاجه فلما بشوفها بلتقط صوره عيني بتلتقط الصوره وبعد كده بتروح للقلب بتروح للمخ والمخ بيبعتها للقلب فطبعا هنا القلب بيتعب جدا لو كانت حاجه غاليه وانا مش قادر عليها القلب بيرهق يعني انا عايز مثلا اجيب عربيه مرسيدس ازاي عرفت ان انا اجيب عربيه مرسيدس؟ العين شافتها القلب اتمناها طب العربيه المرسيدس ب2 مليون جنيه وانا ما املكش ال2 مليون جنيه طيب هعمل ايه ممكن تبقى في قلبي حسره ممكن قلبي يرهق لان انا عمال افكر افكر افكر, أفكر ان الـ الـ ان انا احاول ان انا انول العربيه دي ومش عارف انولها فطبعا ده شيء بيرهق قلبي ده لو كانت حلال اما لو كانت حرام فده شيء بيخليني ان انا بحمل على قلبي اكتر من لازم لان هي لو كانت حلال انا مش قادر عليها اما لو كانت حرام يعني لو ما كنتش قادر عليها وهي حلال ده شيء بيرهقني لو هي كانت حرام فانا ممكن يكون خدت جزء منها ان انا انظر لحاجه مش من حقي ما عرفتش اجيبها طب هي لو انا لو جبتها هي حرام مثلا ده في الحاله الثانيه ولو ده الحاجات اللي هي مش من حقي طيب ولو هي انا ما عرفتش اجيبها لان هي طبعا اصلا مش من حقي فوارد جدا ان انا ما اعرفش اجيبها يكفي ان عيني شالت ذنب فده بيحمل جدا على القلب وبيرهقه وبيخليه يخش في صراعات ده شيء بيرهق القلب جدا فعايزين نعمل وقايه للقلب ان احنا نحاول عنا ما تقعش على كل حاجه اعلى من امكانياتنا او حاجه مش من حقنا طيب خلينا نشوف الوقايه الثانيه الوقايه الثانيه او في موضوع الوقايات الرساله الثانيه من الحياه بتقول لنا اجعل الدنيا ممر وليس مستقر يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا النهارده عايز اجعل ان انا امر من ممر او من حته توصلني للشارع اللي بعديه صح مش ساعات بنمر من ممر ضيق كده يوصلنا للشارع اللي بعديه او ساعات بنمر بحته توصلنا لمكان تاني خالص فانا لما اجعل الدنيا مقر ممر وليس مستقر ما اقعد بقى في المكان اللي انا هقعد فيه ده وافضل واستقر فيه واعمل ان انا اقعد ابني فيه وعمر فيه لا هو ده ممر بطبيعته وليس مستقر بمعنى وظف الدنيا للاخره يعني اعمل خير قلبك هيرتاح سيب اه الحقوق بتاعه الناس ما جنبها قلبك هيرتاح جدا اشفق عن اي حاجه شايفها في صراعات بينك وبين حد قلبك هيستريح جدا ودي عمله ذو وجهين وهنا نظريتي في الموضوع ده هي مو هي نظريه انا سميتها العموديه والعرضيه بمعنى الوجه الاول منها او النظريه العرضيه ان انا اكون ناقل اخد من هنا ساعات يعني اخد من هنا وادي لهنا ساعات بتلاقي حد مثلا موظف بيقول لك ايه والله انا خدت المرتب باليمين اديته بالشمال هو مش معناه ان هو خسر هو كان عايش بيه الشهر اللي فات كله فهو ادى معيشته اللي هو خدها ودان وعمل وكده او جاب كل حاجات البيت اللي هتكفيه فرضا الشهر اللي جاي هو كده قضى احتياجاته وطبعا هي دعوة دي يعني هي دي مش دعوة للفقر وإنما دعوة لعدم الصراعات على فوق الاحتياج علشان قلبي يبقى اه مطمن وسعيد فهنا أنا بقول له يعني الناقل خليك ناقل خد من هنا ودي هنا لو أنت حطيت في بالك إن, إن إحنا أو إن أنا ناقل مش هقعد اعمر واسوي لان موضوع التعمير قوي وموضوع اللم والحوزه الكبيره قوي دي في الدنيا غالبا بتبقى في مظالم احنا ساعات بنقصدها او ما نقصدهاش فطبعا كل دي بتتعب قلبنا وبترهقه. طيب إيه لو جينا نضرب مثل يوضح لنا الموضوع ده خلينا نقول الكوبايه دي دلوقتي المج ده انا حطيته تحت خلينا نقول الفلتر او الحنفيه. فتحت الحنفية المج كان فاضي اتملأ خدته انا شربت ميه شربت اللي في المج كله حطيته تاني المج هنا اشتغل بدوره ايه ناقل من الحنفية ليا وكمان ملمسه الملمس بتاع المج ده يعني مش متخلل او ملمسه املس حتى لو كان بقى المج بلاستيك المج خشب المهم ملمسه املس حتى مش بيتخلل من خلاله دخول الميه ان هو يحتفظ بجزء منها فهنا المج عمل ايه ما يحتويش على حاجه هو ناقل للمعيشه زي ما احنا دلوقتي عايزين نكون ناقلين للمعيشه وعايزين نعيش حياه كويسه بس معقوله بالشكل المطلوب اللي ما يرهقش قلوبنا علشان هنشوف القلب اصلا ايه لسه فوايده لان هو بيوصلنا للاخره فما اجي ارهقه النهارده هنا فعلا هيكون مش مستعد ان هو يكسب الاخره فخلينا نكون ناقلين ده اول حاجه فهنا يعني الدنيا كلها هتهون عليا انا قصدت اوضح النظريه دي علشان اقول لك الدنيا كلها هتهون عليك وكل امر هيكون يسير ومش ه... يعني مش هتواجه اي يعني حزن او حاجه في الحياه تمام طيب لو جينا نجسد المثل الثاني المثل الثاني هو النظريه العموديه احنا كده اتكلمنا عن النظريه العرضيه وانا عملت كده على اساس النظريه العرضيه هاخد من هنا وادي بالاتجاه التاني النظريه العموديه ان هو انا احول رصيدي يعني ايه احول رصيدي انا دلوقتي معايا قرشين وحاططهم في جيبي وحاسس ان هم تقال ما يعني 2000 3 4 10 اي حاجه معايا قرشين وحاطط وحاسس ان هم تقال في جيبي فانا بحس ان هم تقال طب انا عايز اخلص منهم وفي نفس الوقت عايز احافظ عليهم. يعني انا عايز ان انا ما افضلش شايلهم معايا كده احطهم في مكان احافظ عليهم. فبوديهم فين؟ بوديهم في حسابي في البنك. اولا عشان الحفاظ عليهم، ثانيا علشان ما يبقوش تحت طائله ايدي وكل شويه اقعد اصرف لدرجه الاسراف وفي الاخر ما الاقيش الفلوس دي. طيب لو انا حطيتهم في البنك كده حافظت عليهم جدا. مفيش مشكله هما في امان الرصيد والحساب الاساسي هو فوق عند ربنا بمعنى النظريه العموديه اللي انا بتكلم عليها دي نحول رصيدنا من الدنيا للاخره الموضوع ده مش مقتصر على الفلوس بس رصيد يا عندي رصيد صحه وعندي رصيد مال وعندي رصيد آه علاقات وعندي رصيد جهد وعندي رصيد فكري فانا لما حد يطلب مني استشاره اديها له ما بخلش عليه لان دي اسمها زكاه العلم احطه عندي اعمل بيه ايه هو انا لو اديت العلم مش بينقص مني بالعكس هيفضل عندي العلم وهو كمان هيستفيد منه كمان غير كده ان هو لما انا اجي اقول العلم لحد عشان يستفيد منه انا كمان بذكر نفسي في العلم بالعلم اذا العلم بيزداد بممارسته و ترددوا عن طريق لساننا بذكر نفسي بيه والعلم بيزداد مش بيتضاءل بالعكس العلم لما انا اسيبه ما نمهوش بيتضاءل انا بالنسبه لي بنميه وانا بنقل العلم او بنقل الخبره او بنقل الاستشاره لاي انسان فكده ده موضوع العلم ولو جينا نشوف موضوع الفلوس او خلينا نقول نسيب الفلوس للاخر لو جينا نشوف موضوع الصحه انسان محتاجك ان انت تعدي الشارع بصير انا بسميه بصير مش بيشوف وهو بصير محتاجك تعدي الشارع انت راكب عربيه وفي حد مش قادر يعدي وبيمشي بالراحه لان مش عنده القوه ان هو يمشي هدي ودوس فرامل وعديه طيب لو انسان طلب منك اي موضوع هو تقيل عليه او مش عارف يوصله وانت مثلا عندك علاقات ممكن هو ما يعرفش يعملها يفضل يتلطم ما يعرفش يعملها انت ممكن بتلفون تعملها ما تبخلش عليه فجر العلم للناس كل ده بيوصلك لايه؟ ان قلبك بيبقى مرتاح لان السعاده في العطاء واحنا ما بنكونش سعداء الا من ضمن الحاجات يعني اللي هي العطاء فانت كل ما تعطي بتكون سعيد ده شيء بيسعد القلب فبيخليه فبي يبقى فريش بيخليه يبتدي ستارت من جديد بيخليه ينبض بشكل انشط بي بيعيد ليه نشاطه. طيب لو جينا ناخد موضوع الفلوس حد يقول لك طب انا محتاج وانت شايف نفسك طبعا ان انت معاك فلوس وهو واقع في ضيقه ايه المشكله لما انت تقدر تساعده وانت ما تترددش لو عندك القدره ان انت تساعده رجاء ما تترددش وكان احد العلماء حد جه وقال له اعطيني مما اعطاك الله فبص له كده قال له انت زعلت قال له لا اهلا بمن يحولون اموالنا من دنيانا إلى أخرانا هنا بقى الرصيد اللي أنا بتكلم عليه فرصيد الجهد رصيد العلم رصيد الـ الـ المساعده رصيد أي حاجه عندك ما يعني ما تحاولش تخليها تخزنها عندك ده ممكن تعطب وراحتها تطلع وتبقى وحشه يعني فإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على الحاجات اللي عندنا بمشاركة الناس معانا بالشكل المعقول وفق إيه إيه نسبه معقوله تمام طيب إيه ده كان موضوع النظريه الثانيه بتاعت النظريه العموديه ولو احنا جينا نطبق قانون الديمومه ايه اللي بقى يساعدنا على تطبيق النظريه العموديه دي قانون اللا ديمومه اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده او نظريه الايجار احنا عايشين في الدنيا دي كاننا قاعدين بعقد إيجار. طيب عقد الايجار ده مش مترخ عقد الايجار ده ملهوش تاريخ انتهاء علشان نعرف يعني نكون عندنا ادراك امتى هينتهي. في اي وقت الداس الزرار امر وقدر الله بينتهي العقد، فده شيء بيخلينا ان احنا او بيحفزنا ان احنا من من يعني نملكش من حاجه عندنا بزياده أو غيرنا محتاجها. طيب ده هيخلينا ما نصدمش بالحياه وأنا نصدم بامور الحياه اللي ممكن ترهق قلبنا، كل ده بيساعد على القلب. طيب إيه لو جينا نشوف الرساله الثانيه بتاعت الحياه. الرساله الثانيه بتاعت الحياه وهي التسامح، التسامح ده اللي انا بقعد اقوله لكم كل مره، بس هو هنا في حاجه مهمه جدا، التسامح بقوله كل مره بس بوجه مختلف. وباستراتيجيه مختلفه. وباحساس مختلف. وكمان بنظام مختلف خالص وبتطبيق مختلف عن كل مره خلينا نشوف لو جينا نتكلم عن التسامح النهارده بالشكل المختلف اللي انا بوصفه ده هنتكلم بشكل اخر التسامح علشان بيريح القلب وبيعمله وقايه وبيجليه محتاجين نعرف ازاي نتسامح لان كل حاجه في الحياه فيها موازنه لازم يكون عندي بالانس يكون في عندي موازنه ما املش خالص ولا اكون متطرف لا يمين خالص ولا شمال خالص اكون وابتغي بين ذلك سبيلا بمعنى لو انا عندي حاجه يعني ليه حق عند حد او خلينا نقول لو انت ليك عن عند حد حق وانت قادر ان انت تجيبه جيبه بس اهم حاجه بيكون بشروط اهم حاجه ما يكونش فيه مضره لاي طرف من الاطراف يعني ان احنا لا نتعدى ولا نظلم انت ليك حق وقادر تجيبه جيبه بس على شرط ان انت لا تتعدى ولا تظلم وفي نفس الوقت ما يكونش في فقد منفعه وكمان ما يكونش في مضره لاي جانب من الجوانب لو بالشكل ده جيبه مفيش اي مشكله خالص طيب كمان عايزين نعرف اهم اه فوائد التسامح التسامح هو تنقيه القلب من الشوائب تنقيه القلب من اي شائبه لان احنا ماشيين طول ما احنا ماشيين متعرضين لشويه غبار فالغبار ده الغبار ده بيب بي بيبقى على قلب فمحتاج ان انا اجليه اه ما تسمحش لاي حاجه تعكر قلبك وكمان التسامح هي خروج الطاقه السلبيه من عندك، يعني مثلا لو انا ماشي في الشارع مره والدنيا بتمطر وعدت عربيه مسرعه وطبعا المطر لما بيقع في الارض بيتحول الى طين وجت علي الميه وخلتني كل طين، لو انا قلت زعلت وعملت مشكله ده خلاص حدث وحصل مش هيعمل حاجه، اما انا لو تعديت وخلاص يعني عديت الموقف ايه اللي بيحصل؟ خلاص الدنيا بتعدي، اما انا لو قلت لا انا مش هغتسل من قذرات الاخرين علشان افضل مفتكر الموقف ده وبعد ما افتكره اخد طاري والموضوع كده الموضوع مش هيخلص، التسامح هي إي 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 العند هو ده العند اللي احنا بنتكلم عليه ودايما العنيد بيخسر اكتر من الطرف الاخر، العنيد بيحط من نفسه ومن قدره أكتر من الطرف الاخر، سامح انت الرابح. طيب، الحفاظ على الطاقه الـ 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 الايجابيه للعقل وللجسد والطاقه وللنفسيه. التسامح كمان سامح لوجه لو الله يرحمك الله. التسامح هو معناها ان انت ترفع اوراق محكمتك من الدنيا للاخره. وتسيب الموضوع عند ربنا وده معناها ان انت سلمت الامر لله وبتثق فيه، وهنا التسامح في حاجتين، الحاجة الأولى المستوى الخاص، لو حد عمل لي حاجة مشكلة أنا شخصياً أقدر أسامحه، وفي تاني المستوى العام، المستوى العام المفروض نحاول إن إحنا ما نتسامحش فيه لأن ده حق المجتمع، يعني مثلاً حد عاكس واحدة أو تعدى عليها، المفروض هي تواجه الموضوع ده علشان هو يقف عن العمل ده، لأنه ممكن يبتدي بعد كده يكرره مرة واثنين وتلاتة، وممكن حد يشوفه يبتدي إن هو يعمل إيه؟ يبتدي ان هو يعمل زيه فطبعا ده حق مجتمعي ما ينفعش ان احنا نسيبه كمان التسامح هو ثقه التسامح قوه التسامح رفعه التسامح سلام نفسي التسامح هو دعوه للسعاده التسامح هو افضل اللي جوايا من اي طاقه سلبيه ومن اي شر ومن اي حقد لان وارد انا اللي قاعد قدامكم ده ما نعرفش امتى هروح بما ان هي نظريه عقد الايجار ولا ديمومه ما نعرفش امتى الورقه بتاعتي بتقع من الشجرة من فوق وهي نازلة دلوقتي في طريقها أو أول مسمار بيتدق في نعشي أنا معرفش إمتى هروح فالنهاردة فرصة أن أنا أتسامح ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني طيب اه في حاجة بقى مهمة جدا لو حد ظلمك أعرف أن مؤشر إيمانه انخفض نزل فما تسمحلوش أن هو يستدرجك لصراعات قد تنزل مؤشر إيمانك طيب رابع رسالة من الحياة الش... ال... ال... المتعلقه بالقلب الانساني والمتعلقه بالعلاقات الانسانيه. العلاقات ساعات بترهق الحياه جدا. بترهق القلب في الحياه قوي. محتاجين نتسامح بناء على ثلاث حاجات. الحاجه الاولى الصبر الجميل والثانيه ايه؟ الصفح الجميل والثالثه الهجر الجميل. الصبر الجميل ان انا احاول امسك نفسي وما اغضبش ولا اشتكي واحاول اصبر. تمام الحاجة الثانية الصفح الجميل الصفح الجميل أحاول إن أنا يعني أنبه على اللي بيضايقني علشان الشخص الثاني ما يكرروش وأحاول قدر الإمكان أسامح وفي نفس الوقت ما أفضلش أذكر بتاريخ المشاكل السابقة وأفضل أنغص خلاص ما دام أنا يعني قلت هصبر خلاص هصبر وأحاول أصفح عنه تمام في حاجة بقى كمان مهمة جدا الهجر الجميل أحيانا بكون أنا في غربة وفي شخص معاه في الغربه فدايما البلديات بيتكاتفوا وبيقفوا جنب بعض او خلينا نقول احيانا في حد عندك بصله قرابه وانت شايف ان انت علاقتكم اصبحتوا لو هتستمر ممكن تتحول الى انقطاع تماما فانت ممكن تهجر هجر جميلا يعني ايه الهجر الجميل ان انا اسطح العلاقات وابعد شويه معنيه مع وجود نيه الاصلاح في اي فرصه تيجي نيه الاصلاح احاول لان احنا كل يوم بنتغير فممكن الصفه اللي مضايقاك فيه او اللي مضايقاه فيك تتغير فنبتدي ان احنا آه يعني يكون عندنا نيه اصلاح الدنيا تبقى كويسه كمان حاجه كمان خامس رساله في الحياه اليقين بالارزاق المقسومه احيانا بنشتغل وبنتعب قوي وشغلنا بيكون او رزقنا بيكون على قد النتيجه واحيانا بنشتغل قوي ورزقنا بيكون قليل النتيجه بتكون قليله واحيانا بنشتغل شويه صغيرين قوي لكن النتيجه ربنا بيكرمنا فيها كثيره فدي حاول حاول ان انت ما تخليش الامر ده يزعل قلبك خلي رضاك على قلبك العمل الدؤوب وال يعني النشاط والعمل الدؤوب والجد والاجتهاد وخلي وخلي رضاك عن نفسك العمل الدؤوب والجد والاجتهاد وخلي النتيجه دي بتاعه ربنا واسمه ربنا طب ليه احيانا بنشتغل كتير قوي وبيكون الناتج بتاعنا او رزقنا قليل دي حكمه يعلمها الله ربنا بيديلك او لك المكافاه دي لوقت انت محتاجها فيه دي حكمه يعلمها الله اكتر منك كان بعض السلف بيقول او بعض الناس العلماء العلماء بيقولوا لو انت دعيت ربنا ان هو يديك حاجه لك اشكر ربنا ولو قلت ربنا يا رب اديني دي وما اداهلكش اشكر ربنا مئة مره يعني ايه يعني ربنا عارف مصلحتك اكتر منك فلو انت اشتغلت كتير جدا والناتج كان قليل او رزق قليل ما تزعلش ريح قلبك اطمن ربنا مأجل لك الرزق ده في وقت انت هتكون في احتياج ليه جدا طيب سادس رساله من الحياه التسليم الخالص لازم نعرف ان احنا في الدنيا دي مسيرين وليس مخيرين ولا تتقدم قدم على قدم الا بامر الله يعني ايه الكلام ده؟ ما تيجوا ناخد مثل يوضح لنا الكلام ده النبي ابراهيم عليه السلام ربنا لما امره بدبح ابنه اسماعيل واحنا كلنا عارفين ابنه اسماعيل جه بعد عناء وبعد عمر وبعد فتره كبيره جدا عمل ايه؟ سلم لله عارف ان كل الاقدار مكتوبه لا هو هيعمل حاجه لو اعترض ولا اي حاجه فسلم لله فلما اسلما وتله للجبين يعني ايه اسلما؟ عشان هما مثنى مذكر لما اسلما وتله للجبين وخلاص هيذبحوه. ربنا جعل من السكين ان هو يتقلب وربنا قال له قد صدقت الرؤيا يعني انت نفذت امرنا يا ابراهيم ربنا قال له انت نفذت امرنا ف وفديناه بكبش عظيم، وهنا قلبه اطمن قوي، راح ينفذ قدر ربنا وما كانتش النهايه غير السعاده والسلام النفسي، ريح قلبك اطمن. اه في حاجه كمان لو جينا اه كان في سؤال من الحلقه اللي فاتت، حد بيقول لي ازاي اكتسب عاده اه ايجابيه؟ هو الحقيقه عقارب الساعة بتطاردني وبتداهمني دلوقتي في وقت البرنامج وفريق الاعداد الحقيقه بيقولوا لي يعني الوقت قرب يخلص بس خليني اقولها لك باختصار واحاول اعمل فقره في يعني في الحلقات اللي جايه مش عايز احدد علشان ما, ما يكونش وعده في الاخر ممكن يعني الوقت ما ما هقولها لك بكل اختصار عايز تكتسب عاده ايجابيه بكل اختصار عباره عن ثلاثه تثبت الزمان والمكان والجهد بمعنى انت داخل تنام قبل ما تنام بساعه متعود ان انت تقعد على السرير او تمدد على السرير فخلاص خلي المكان ده هو اللي انت هتمارس عليه العاده ولو انت عايز تخ... خلينا نقول ان انت هتقرا كتاب هتخلي الكتاب جنبك على الكومودينو او على الترابيزه كده احنا ثبتنا الاداه طيب المكان اللي هو السرير او ال... انت اي مكان انت تثبته طيب الزمان اللي هو قبل ما انام بساعة كده انت ثبتت الايه الزمان والمكان هتثبت احنا قلنا جينا للكتاب الكتاب هنعمل فيه ايه هنقول كل يوم هنقرا ورقه او كل يوم هنقرا ورقتين لو ثبتناهم بالشكل ده هتكتسب العاده وغالبا العاده خلينا نقول هي العلماء بيختلفوا فيها حد بيقول في خلال شهر تكتسب العاده وحد تاني قال في خلال مده اقصاها اه 67 يوم تكتسب العاده تماما وتكون الدنيا كويسه فلو جينا نطبق هديه بجد في نهايه وقت البرنامج هقول لو انت في كل صلاه حطيت في بالك ان انت تقرا يعني ورقه من القران وش وظهر ده احنا ثبتنا المكان فين في مكان الصلاه الزمان برضو في زمان الصلاه الورقتين هو الكتاب الورقتين هو ده الجهد الجهد بتاع كل يوم اقرا ورقه صفحتين تمام وش وظهر هتختم القرآن ده في خلال الفترة بكل يسر وبكل سهولة الحقيقة كنت سعيد معكم جدا والوقت قرب يخلص وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية وبحاول ان انا يعني الحقيقة اشكر كل فريق الاعداد كل ما هو خلف الكاميرات بشكرهم وممتن ليهم وجزيل الشكر لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعد قلوبكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته